السلام عليكم. النهارده يوم 29 في رمضان، خلاص رمضان قرب يخلص، بكره اخر يوم، هيعتبر كل سنه وانتم طيبين. في بعض الناس عندهم تحدي ان رمضان يخلص وخايفين ان رمضان يخلص، مش عشان رمضان قد ما عشان المشاكل اللي ممكن يواجهوها مع ناس. يعني الناس دول في رمضان اللي هم اللي اذوهم هم هاديين في رمضان، وبعد رمضان هيرجعوا تاني وبحجه ان الشياطين هي اللي بتحركهم. طيب انا مش هناقش النقطه دي، بس انا النقطه اللي عايز اناقشها هنا، لو انت عندك تحديات لازم تاخد قرار. القرار اللي هتاخده ايا كان ايه هو هيكون صعب بالنسبه لك، بس هيريحك للخمس سنين والعشر سنين وبقيه العمر اللي جايين في حياتك. ففي ناس بتبقى عندها مشكله ان هي تاخد قرار بالنسبه لها، عشان بتبقى خايفه من الوحده، خايفه معهاش فلوس، خايفه ان هي تخسر ناس، خايفه ان هي تخسر مكان، خايفه ان ممكن ناس تقول عليها حاجه. انسى الكلام ده كله. لو انت شايف ان في حاجه غلط لازم تاخد قرار، عشان القرار ده يغير لك حياتك بالكامل. ما ينفعش انت تبقى عايش ضحيه سنه واثنين وثلاثه وانت صابر عشان حياتك تتغير وفي الاخر ما بتتغيرش. وصدقني لو انت جيت سالتني السؤال ده وتقول لي هعمل ايه، هو ده اللي انا بقوله لك، ان انت لازم تاخد قرار. لازم تاخد قرار. يمكن انت تسيب الوظيفه اللي انت فيها، ممكن الصحاب اللي انت معاهم، ممكن المكان اللي انت عايش فيه، ايا كان ايه هو، فلازم تاخد قرار. وخد بالك بعد ما تاخد القرار اللي انت هتاخده دوت، لازم حياتك تكون مختلفه، لازم تبدا تطبق حاجات جديده في حياتك. عشان لو انت حياتك ماشيه بشكل معين وهنا في مشاكل وخدت قرار وهتمشي حياتك بنفس الشكل، بصرف النظر انت ممكن تكون غيرت الاشخاص او المكان او البيئه، لكن انت ما تغيرتش، هتجيب لنفسك نفس المشاكل دي يمكن بعد خمس سنين كمان، او تعيد نفس المشاكل دي بعدين. فبالتالي القرار مهم بالنسبه لك ان انت تاخده. لو عندك تحدي ابعت لي وممكن هرد عليك بالاسئله. في ناس كتير بتسالني لان بتبقى عندها تقول لي طب انا ما ينفعش اعمل كذا، ما ينفعش اعمل كذا، هتلاقيني برد عليك واقدر اساعدك بالقدر اللي انا ربنا يلهمني ونقدر نساعدك فيه. ولكن الفكره كلها هنا ان انت محتاج تاخد قرار في حياتك عشان حياتك تتغير. لان خد بالك انا بقول ايه، حياتك هي حياتك انت، مش حياة حد تاني. محدش عايش جواك. لو فرضنا في حد عايش جواك، انت اللي خليته يعيش جواك. لو فرضنا حد بيتحكم فيك، انت اللي خليته يتحكم فيك. لو فرضنا حد عامل لك مشاكل، انت سامح له يعمل لك مشاكل. فخد القرار وغير من حياتك عشان حياتك تتغير بالشكل اللي انت بتحلم فيه، بالشكل اللي انت حابه يكون، وتكون حياتك ان شاء الله احسن واحسن.